هلا والله شباب، بس ابي اذكر شيء بسيط قبل ابدا الفيديو. اذا شريت سي دي لعبه ريد ديد ريديمشن 2 راح تلاقي ورا في كيو ار كود. اذا لقيت هالكيو ار كود موجود عندك على السي دي معناته انه شريت انت النسخه مو الامريكيه، لا شريت النسخه الموجوده بالشرق الاوسط. فلو في عندك الكيو ار كود موجود ورا، كل عليك تسويه انك تحمل برنامج ريد فولت. راح تلاقي رابط تحميل للايفون والاندرويد موجود بالوصف. حمل برنامج وبعدين من جوا البرنامج سوي سكان للكيو ار كود هذا. فوت سوي حساب بالبرنامج. اذا ما تعرف كيف تسوي حساب جدا بسيط، بس سويت فيديو من سنه تقريبا اشرح كيف تسوي حساب. اذا تبي شوف الفيديو موجود بالوصف، بس يعني فوت وبس سوي حساب بشكل جدا سريع، بعدين سوي سكان للكيو ار كود وراح تفوت بالسحب على شيء جدا رهيب. راح تفوت بالسحب لتفوز بجائزه كولكتر اديشن، هاي النسخه الخاصه اللي تكون جدا نادره. راح تفوت بالسحب على 5 نسخ التيميت اديشن للعبه، وراح تفوت على سحب على 10 نسخ التيميت اديشن للعبه. يعني في 16 جائزه، او جائزه واحده من اضخم شيء الكولكتر اديشن، 5 من التيميت اديشن و10 ديلوكس اديشن. واظن عدد جدا قليل اللي راح يشتري اللعبه ويحمل البرنامج ويفوت ويسوي سكان، ففرصتك كبيره انك تفوت بالسحب اذا سويت هالخطوات. فراح تلاقوا لينك تحميل البرنامج بالوصف فقط للعبه ريد ديد ريدمشن 2. فاذا اشتريت سي دي روح وسوي السكان عشان تفوت بالسحب، واذا تبي روح اي محل عارضينه روح وسوي سكان تقدر كمان. فاي يلا خلنا نبدا بالفيديو. شاركوا حول شباب، معكم شركيال وشركه كي، شاركوا فيديو جديد. طيب شباب، حاليا راح نجرب مع بعض ريد ديد ريدمشن 2. مثل ما شفتم من عنوان الفيديو، هاي هي لعبة السنة. مستعد اضمن لكم 100% انه هاي هي لعبة السنة. للحين ما جربتها، بس من الاعلانات واضح انه لعبة السنة من الشركة، شركة روكستار. روكستار يعني غنية عن التعريف، ما اظن في داعي اني اشرح روكستار. روكستار ما تعمل لك لعبة غير كل 6 ولا 5 سنين مرة. اخر لعبة لهم كانت جي تي اي بعام 2013، قبل 5 سنين. فيعني مجرد ما يخلصوا من اللعبة يقعدوا 5 سنين ولا اكثر شغل على لعبتهم الجاي، ما ينزلوا اي شيء بس تحديثات للعبه اللي هم منزلينها، غير هيك شغلهم كله على لعبتهم الجاي. فيطلع عندك شيء كواليتي، يطلع عندك شيء جدا جدا رهيب اللي هو ريد ديد ريدمشن 2. طبعا مو قاعد امدح اللعبه لانه الشركه بعثت لها، والشركه ما بعثت لي اللعبه، واصلا الشركه ما لها فرع بالشرق الاوسط اصلا. انا اللي عطتني اللعبه اللي هي شركه ريد فولد، هم نوعا ما ناشر اللعبه بالشرق الاوسط، بس انه فقط يعني انا حكيت لهم، حتى مو انه عرضوا علي اي تبي لعبه، قلت لهم بالله عنكم ردد ابيها، قالوا لي اي ما في مشكله وارسلوا لي اياها. مثل ما شايفين عنوان الفيديو، اسف بلاك اوبس 4، بس ردد هي لعبه السنه. اي فعليا من التقييمات اللعبه، مثل ما شايفين اقل تقييم للعبه كان 9.5 من 10 ولا 9 من 10، هذا اقل تقييم، الباقي كله 10 من 10 10 من 10 10 من 10. الحين هي لعبه السنه، خلينا نقول للناس كلها، وراح تفوز بلعبه السنه اكيد من ناحيه القصه من كل شيء، بس بالنسبه الي يعني لعبه السنه بالنسبه الي وقلبي الداخلي تكون بلاك اوبس 4 عشان الزومبيز، وانه يعني الزومبيز يعني خلاص ما في داعي اني اشرح لكم ليش احب الزومبي. فالحين راح ادخل ردد نلعب اول مشينات فيها. ما راح احط لكم فيديو ممل وانا قاعد العب كل شيء، لا راح اعمل كت احط لكم فقط الاشياء الحماسيه الحلوه. ما دخلت ما لعبت اي شيء، فيلا ليتس جو ليتس جو. طبعا ما في اونلاين حاليا، الاونلاين تبعها بعد شهر حاليا فقط طول القصه، مو لان طول الاونلاين مو جاهز، لا روكستار دائما يعملوا هالحركه لانه يشتغلوا ويتعبوا بشكل جدا كبير على طول القصه، فما ودهم الناس يسحبوا على طول القصه ويلعبوا الاونلاين، لانه هذا الشيء اللي راح يصير لو نزلت مع الاونلاين، فيعطوا شهر كامل للناس انهم يلعبوا طول القصه. لشركه تانية كان انه اللي تبيه فقط فلوس، كان من اول شيء حطوا لك الاونلاين وحطوا لك تشتري اشياء بالاونلاين يبوا فلوس باسرع وقت، بس هون لا، بدهم الناس يشوفوا تعبهم، بدهم الناس يقدروا الشغل اللي سووه على طول القصه، فيسكروا طول الاونلاين مده شهر كامل. نفس الكلام بالضبط سووه مع جي تي اي. طب انا كيف اقرا هالكلام؟ باي 1899 ذا ايج اوف اصبروا. اوكي نحاول نقرا الكلام الجاي. امريكا واز بيكامينج ا لاند اوف لو. اوكي انا عرفت انا اقرا هالكلام. عام 1899 امريكا بلشت تصير ارض فيها قانون، لما اجوا الاوروبيين غزوها كان سكانها الهنود الحمر. Even the meat had mostly been tamed. طب اكتبوا لنا تحت خط واضح، ترى والله صعب اللغه الخط اللي كاتبينه. Hello gang still مدري ايش but they were being مدري ايش down. اوكي انه في مثل مجموعه خارجه على القانون بس الشرطه لسه قاعده تلاحقهم. هاللي قدرت اني اجمع من هالكلام. روكستار روكستار، لما تجي كلمه روكستار ما تجي الا على شيء رهيب. ريد ديد ريدمشن 2. هما برحله بنص الثلج.
وفي واحد قاعد يموت ولازم يوقفوا يعالجوه بأي مكان. أحلى شيء هالأكسنت، أكسنت الكوبويز، أكسنت أو اللهجة، لهجة سكان تكساس. Yeah come on I found some shelter out here. بس ترى لا يقولكم أنا أحب الأكسنت تبعهم، بس أهل تكساس اللي ما يدري هم أكثر ناس عنصريين ضد الإسلام بالذات. يا مسلم get out of here. اوكي الحين صاروا يكتبوا لنا خط زي العالم تحت. شابتر 1 اول قسم من القصه. احب اجواء الكوبويز بشكل جدا رهيب. يعني اصلا بالنسبه لي ما بيريد في الزومبيز حبيت انه كان جوا كوبويز والحانه كوبويز، مع انه الماب نفسه كان صغير بسيط، بس اجواء الماب والموسيقى كذا الكوبوي خلت الماب جدا رهيب. اجواء الثلج انا حلمي انه بس انا وين ساكن في الامارات يكون جوها ثلج، بس الثلج القارس يخوف الصراحة. ثلج نفس حالتهم هون. جيني شون ماك they might be okay we don't know. انه تخيل لو كنتوا بحالة طارئة شو الافضل ان بالنسبة لكم، يكون برد قارس ولا شوب قارس او حار قارس؟ الحار قارس افضل طبعا، مهما كان الجو حار تقدر تروح تمشي، مع الوقت راح تتعب وتبي ترتاح، بس جو بارد ما تقدر تطلع قد 10 دقائق ولا بتموت من البرد. حلو مناقصهم اكل ف يبوا يطلعوا يلموا شوية اكل للجماعة. By the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pierce, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. والحلو كمان لاحظته بشيء بالعاب روكستار ان الكاتسين اللي يحطوه يكون نفس وضوح اللعبه العاديه، ما انه مش عليك انت مش شايفين الكاتسين ما كان هالشيء الرهيب، كاتسين عادي كويس، بس تجي على اللعبه تلاقي نفس وجه الشخصيات نفس كل شيء. على سبيل المثال خلينا نقول زومبي بلاك اوب زومبي، شوف وجه ركتوفن وجه شخصيات كوجه معين، بعدين لما يجي الكاتسين تلاقيهم بشكل غير كليا، الكاتسين يطلعوا احسن بألف مرة. العاب روك ستار من كثر مواثقين بالوضوح تبعهم وبالتصميم لا يخلوا لك الكاتسين نفس التصميم باللعبة ما يغيروا فيه. صراحة من ايام جي تي اي انتبهت لهالشيء وهلا رجعت انتبهت لهالشيء مرة ثانية. وين الخوي؟ مجرد ما بعدت عنه قاعد يقول لي مو قاعد اشوفك تعال. اول شيء من اللعبة اظن الاشياء او الوضع ما راح يكمل كويس، يا هم راح يحاولوا يقتلونا يعني احنا راح نقتلهم، يبون يبلشوا الاكشن مع انه واضح اللي جوا قاعدين وحفلات امورهم تمام ونار. وين يبيني اروح هون؟ شد طب شو يعني شد؟ شو يعني شد؟ اوكي كم يقصد ها؟ طيب انا اسف قال لي مو هنا هناك هون تمام؟ اوكي؟ بترجم شو يعني شد ثواني. الحين فهمتكم للناس اللي على تويتر اللي طالبوا اللعبة تكون معربة. شد يعني كوخ، طب هذا كوخ. اي اخيرا هون طلع هون. Hello friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I well we got into some trouble up the way, lost in the storm.
Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. شبه ها؟ شاف واحد ميت. جسة هون. Keep your eyes on Dutch. كل زق لا يسمعونا. I think you should go now, buddy. حلو حلو هيك الأسلحة. أوكي. Now, friend, I ain't asking for much. أيام يعني؟ يلا. I am. واضح إنه مجرمين. في جسة هون وما بدهم يساعدونا. أيوة. لا. قلع. بلع. الله على اللحن، الله على اللحن. ما حد غيرك صنف بيتشز. لا تسب. اوه اي 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 شو بعد؟ اوكي اوكي ضرب معه ضربه. طب انا ما بيكون قاسي، لازم تخلوني قاسي. The others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Near the lake. What? ما لك حاطي لي أسئلة ولا أضربه؟ أبي أضرب أنا بس. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that. I swear. I swear. أضرب. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. اوكي لا لا كان يمديني اخليه، لا كان يمديني اخليه. حرام كتبوا لي سبير ولا اكمل عليه. انا من الخيارات الالعاب لما يعطيني خيار اني اذبح واحد ولا اقتل واحد، ما انا اعيش جو الالعاب واقعي زياده على اللزوم. احب اني اعيش جو اللعبه، فيعطوني خيار هيك لا بخليه يعيش. ولا بعمري لعبه ذا ويتشر كان في كثير خيار انه اقدر شو اسمه اقتل ناس ولا اخليهم عايشين. دائما اخليهم عايشين، ما اذبح حد. لما العب لعبه احط كاني قاعد العب لعبه كانه بالحقيقه انا بهالموقف، شو اسوي؟ اكيد ما راح اذبح واحد ما له علاقه يعني. في وحده جوا البيت. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Miss. Are you... Fuck, you fool. Michael. Look at her. Miss. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here. And quick. Come on. Oh. حرق البيت، حرام كان بيستعملوه كشلتر. هي اللي كانت موجودة في البيت وزوجها، واللي نحن قتلناهم، اللي نحن قتلناهم هم اللي شو اسمه يلي ذبحوا زوجها، وهي كانت متخبية منهم جوا البيت. فنحن شخصياتنا الكويسين والله. اوكي نحن حكينا نحن سيئين بس نحن مو هم يعني.
سيئين بس مو سيئين زيادة يعني. What's your name, miss? Miss. Adler. 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 Mrs. I... He was my husband. واحد واحد اسمر اظن بهالوقت بامريكا كانت في كتير عنصرية ضد السمر مثل ما شايفين كلامي. شوفوا الكاتسين شو اسمه نفس اللعب ما يتغير شيء بالوضوح او تفاصيل الشخصيات. هالشيء المميز شركة روكستار ما يخدعوك انه كاتسين شوف كيف خرافي بعدين اللعب غير. لا اللعب والكاتسين نفس الشيء. ما عجبتني الالحان اللي قاعدين يحطوها هيك الجيتار الهادي. للمعلومية انا بحياتي كلها ختمت لعبة واحدة فقط هي The Last of Us وختمت اجزاء Call of Duty. بس Call of Duty ما تعتبر قصة يعني. ختمت كل اجزاء Call of Duty لحديت Black Ops 3 بعدين وقفت. ما ختمت Infinite Warfare ولا World War 2 ولعبة غير Call of Duty The Last of Us و The Witcher نصها بس طويلة وقفت. هاي 100% بختمها. هاي بتكون و GTA فهاي 100% راح اختمها. انا العاب اللي بختمها لازم شيء يكون ضخم يعني Last of Us Red Dead Redemption 2 هالكلام. Dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. طبعا بالجو الثلجي كهاد اسهل شيء انك تلاقي ناس انك تشوف الاثار على الارض لان الاثار تكون عميقه واضحه وصعب جدا انه يخفيها الواحد معه او يقدر يخفيها بس جهد يعني. بيرجع ليخفيها راح يسوي اثار ثانيه ما ادري كيف بيخفوا الاثار. بالصحراء لا بالصحراء تجي الرياح تجي كذا تغيرها بس هم بالعاصفة هاي تنحفر بالأرض العاصفة الثلجية. مش شايفين احنا قاعدين نلحق الآثار. اوه لا جثة ميتة. حصان قاعدين نلاحق واحد اسمه جون. اوه وهذا حصانه والحين قاعد يصرخ انه انا هون ساعدوني بعد ما طخينا بالمسدس. يا اخي اللعبة مبينة جميلة اقسم بالله مبينة مش لجامعة ولسه في ابي هيك ابي اكون معطل واخذ عطلة من اسبوع اخذ عطلة من اليوتيوب اسبوع اقعد بس هيك من الصبح لبالليل اقعد اختم فيها بس للاسف هالشي ما راح يصير. That's quite a scratch you got there. Father John. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Fire fiha. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Hopefully this will lead us out. Hello, والله. See that on the ridge? Perfect. زؤبان. تعالوا شو اسوي
something! Get back! هيم تهربات سبع اصحابك ما بيقتلها سوني كيف 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 بسرعة بسرعة ار1 لا وين هون هون بعدين ما اقدر لازم شوتجن الحين بس خلاص روح عيش انا والله كانوا حلوين بس هم هجموا علينا اما في كمان والله اني ايام يا عيال اي اوكي 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 حمست شوي اوه لا صارت حتمه وايت ووكر وايت ووكر لا كيف اركب تعال قوم قوم انتو لا كنت بقتلك انا اسف انا اسف طيب شباب فهون راح انهي الفيديو ما ابي اطول مدة الفيديو اكثر من هيك لانه انا نفسي ما احب اشوف فيديوهات طويلة فلو كان فيديو طويل اظن معظمكم ما راح يكمله للنهاية فاتمنى يكون عجبكم الفيديو اتمنى تكتبوا لي في الكومنت شو رايكم عن اللعبة هل اشتريتوها ولا ناويين تشتروها هل لعبتوا الجزء الاول او لا واذا حد منكم يفهم بالقصة اتمنى تفيدوني بالكومنت هل القصتين مرتبطين مع بعض ولا لا لانه لو مرتبطين راح اروح اشوف تلخيص القصة الاولى على السريع على اليوتيوب عشان افهم شو اللي قاعد يصير هون واضح انه هي لعبة السنة وراح تفوز بلعبة السنة بس بالنسبة الي يعني راح تكون شيء خرافي بس ما اظن لعبة السنة راح تكون تاني احسن لعبة الي هالسنة احسن لعبة الي هالسنة هي بلاك اوبس 4 وهي الثانية زومبيز عاد يعني شيء اختصاصي فيه اكيد راح يكون يعني اقرب لقلبي بس واضح انه شيء جدا جدا رهيب واذا بدكم شيكوا على برنامج ريد فولت راح تلاقوا اللينك موجود بالوصف لا تشاركوا بالجيف اوي اللي عاملينه او المسابقه فاي بس كان معكم شركيه كمديهات ثانيه ان شاء الله مع السلامه